يا بنات واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. قولولي شفتوا الفيديو اللي احنا عملناه امبارح، التحدي باللون الاحمر ولا لسه؟ لو انت لسه ما شفتيش الفيديو روحوا بسرعه شوفي الفيديو، حرفيا الفيديو حماسي قوي يا بنات. وكمان اكتبولي تحت الفيديو عايزين الفيديو الجاي يكون بلون ايه عشان نعمله الاسبوع الجاي ونجرب مع بعض يوم جديد بلون جديد بتحدي جديد من التحديات اللي حرفيا انا بحبها وبحب اعملها قوي قوي قوي. اما بقى يا بنات عن فيديو النهارده، فهو زي ما مكتوب في العنوان كده بتاع الفيديو، هنتكلم عن الكونسيلر وهعمل لكم ريفيو عن الكونسيلر اللي انا استخدمته، فهقول لكم كل حاجه بالتفاصيل في الفيديو ده. فيلا بينا بسرعه نبتدي الفيديو، بس ما تنسيش تحطي لايك على الفيديو، ولو انت جديده معايا اشتركي في القناه وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وتقدري تيجي تاني لعيله بنانيت شيرو. طبعا يا بنات زي ما انتم عارفين الكونسيلر بيكون معمول عشان يتحط تحت منطقه العين، الهدف منه ان هو يدي رونق ونضاره وترطيب تحت منطقه العين، وكمان يخفي الهالات السوداء ويغطيها. بس برضو خلينا متفقين ان لو الهالات السوداء اللي عندك قويه قوي فما ينفعش تستخدمي الكونسيلر مباشر تحت العين، لازم تستخدمي قبلها كوريكتور وبعد كده تحطي الكونسيلر بتاعك، او يكون عندك درجتين من الكونسيلر، درجه لونك ودرجه اغمق عشان تتحط الاول وبعد كده تحطي الكونسيلر اللي بدرجتك عشان الكونسيلر ما يغيرش معاكي ويخلي منظر تحت عينك شكله كيكي ووحش قوي. فمهم جدا ان انت تعرفي ازاي تختاري الدرجات بتاعتك. اول حاجه يا بنانيتي هكلمكم عنها وهو الكونسيلر بتاع بورجوا ريديانس ريفيل اللي انتوا شايفينه ده الشكل بتاعه. طبعا الحجم بتاعه 7-8 ملي، في منه 3 درجات 01 و02 و03، طبعا متوفر اونلاين او في اي محل دراج ستور تقدروا تشتروه وتجيبوه. خفيف جدا تحت منطقة العين يا بنات، يعني لما بتحطيه لا خفيف قوي تحت العين، مش من الكونسيلر التقيل، بيرطب جدا تحت منطقة العين عندك. كمان يا بنات داخل من مكوناته الهيالورونيك اسيد عشان كده بيحافظ على ترطيب تحت عينك 24 ساعة، مش بيدخل في الخطوط الرفيعة اللي تحت العين، مش بيندمج معاها خالص، بيتوزع كده بكل سهولة معاكي وما بيختلطش خالص بالخطوط دي. التغطية بتاعته يا بنات من خفيفة لمتوسطة، يعني لو انت عندك هالات سودة كتير او تحت عينك جيبي 0.3 منه او جيبي كوريكتور قبل ما تستخدميه عشان تكسري من الهالات السودة اللي عندك. مش بيأكسد يا بنات ومش بيتغير لونه، بيتوزع بكل سهولة معاكي، ولو انت حطيتيه واستنيتي شوية عشان يديكي تغطية مثلا عالية برضو هتلاقيه بيتوزع معاكي بكل سهولة، بيدي اضاءة حلوة قوي كده يا بنات فيها لمعة تحت منطقة العين عشان يديكي كده لوك فريش وشكله حلو قوي. وطبعا الاضاءة دي ممكن بس البشرات الدهنية هي اللي ما تحبهاش، بس لو هتستخدميه ثبتي بلوز باودر عشان تكسري من حدة الاضاءة اللي هتظهرها في الكونسيلر. الدرجة بتاعتي فيه يا بنات 0.2 وبستخدمه بشكل يومي وتقييمي ليه 10/10. بس العيب الوحيد اللي في الكونسيلر ده انه ما فيهوش درجات كتيرة خالص، يعني 3 درجات قليلين، فاحنا بنطالب بورجوا انها تعمل لنا درجات كتيرة من الكونسيلر ده. فده يا بنات كان رأيي في الكونسيلر بتاع بورجوا، واقدر ارشحه لاي بنوته حابه انها تستخدم كونسيلر بشكل يومي يديها ترطيب تحت منطقه العين، ما يظهرش الخطوط الرفيعه اللي حوالين عينيها. اللي بعده تاني كونسيلر بقى يا بنات، وطبعا كلكم عارفين الشكل ده، ماي بلين فيت مي، مناسبه للاستخدام بشكل يومي، خفيف جدا تحت منطقه العين، القوام بتاعه مائي، متوفر اونلاين او اي محل دراج ستور، في درجات حلوة وكتيرة قوي، التغطية بتاعته من خفيفة لمتوسطة، مش بيدخل خالص في الخطوط الرفيعة اللي حوالين العين، سهل التوزيع جدا لان القوام بتاعه مائي، يعني لما تيجي تستخدميه هتلاقيه بيتوزع معاكي بكل سهولة. برضو نفس بورجوا لو انت عايزة تغطية اعلى تقدري تحطيه شوية تحت منطقة العين
وتستني شوية وبعد كده تدمجيه بالبيوتي بلندر هتلاقيه بيندمج معاكي بكل سهولة. كمان في منه درجات كتيرة جدا، يعني هتلاقي الدرجة بتاعتك اللي انت عايزاها. كمان يا بنات مناسب لجميع انواع البشرات، يعني لو انت بشرتك عادية هيناسبك، لو بشرتك جافة هيناسبك، لو بشرتك دهنية هيناسبك، فمناسب جدا لجميع انواع البشرات تقدروا تستخدموه. اهم حاجة بس اعرفي ازاي تختاري الدرجة بتاعتك، وزي ما قلتلك التغطية بتاعته من خفيفة لمتوسطة، فلو انت عندك هالات كتيرة قوي وزهرة قوي وعايزة تداريها جيبي درجة اغمق، وبعد كده حطي الدرجة بتاعتك، يعني يا اما تستخدمي 2 كونسيلر يا اما تستخدمي مصحح تحت عينيكي عشان تداري بيه الهالات السوداء قبل ما تستخدمي الدرجة بتاعتك، عشان ما تحوليش الكونسيلر لرمادي او يديكي شكل وحش تحت عينيكي. فاعرفوا ازاي تختاروا الدرجات بتاعتكم واحتياجك للكونسيلر اللي انت هتستخدميه. تقييمي انا هديله 8/10، بس عشان خاطر الترطيب بتاعه ضعيف قوي، فلو يزودوا سنة الترطيب اللي فيه هيبقى حلو جدا. وده يا بنات كان رأيي في الكونسيلر بتاع ماي بلين فيت مي. هنيجي بقى يا بنات للكونسيلر اللي انتوا شايفينه ده بتاع ماي بلين سوبر ستي. ده الشكل بتاعه يا بنات، وده الحجم بتاعه 6 ملي. هنفتحه مع بعض كده. بصوا دي الابليكيتور بتاعته يا بنات، هي الفرشة بتاعت الابليكيتور بتاعته كبيرة وعريضة. التقطيع بتاعته يا بنات عالية، القوام بتاعه مايل على بودر، يعني ما ينفعش ان احنا خالص نستخدمه بشكل يومي لانه هيرهق جدا تحت منطقة العين. ده بيستخدم بس لو انت عندك مناسبة عاملة فول ميك اب، خروجة بالليل، فاستخدميه عشان تكملي الميك اب بتاعك او اللوك بتاعك اللي انت عاملاه. الكونسيلر ده بقى يا بنات من الكونسيلر التقيل، يعني اللي بينشف بسرعة، لو هتحطيه تحت عينيكي لازم 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 توزعيه بسرعة عشان خاطر ما ينشفش معاكي. لو نشف معاكي ونسيتيه بيوتي بلندر وحطي عليها فيكس اسبراي وبداي ادمجي عشان توزعي الكونسيلر معاكي. مناسب جدا يا بنات لجميع انواع البشرات، بس خدي بالك لو انت البشرة بتاعتك جافة لازم تكوني مرطبة كويس جدا 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 تحت عينيكي بمرطبات قوية قوي عشان ما يجفش معاكي ويخلي المظهر تحت عينك وحش جدا، لانك لو استخدمتيه وانتي مش مرطبة تحت منطقة العين هيخلي عينيكي كده تحت عينك كيكي ويظهر الخطوط بتاعتك وهيبقى شكلك وحش قوي، فلازم ترطبي كويس جدا قبل ما تستخدميه. كمان لو انتي من البنات اللي عندها خطوط كتيرة قوي وخطوط رفيعة تحت العين، ف هيدخل في الخطوط اللي تحت عينك فمش بيدي مظهر حلو قوي، انت مش هتحبيه. فلو انت عندك خطوط كتيرة قوي قوي تحت منطقة العين فمش هرشحه ليكي لانه حرفيا مش هيناسبك. تقييمي ليه يا بنات من الكونسيلرات الحلوة بديله 9/10. ما حبيتش فيه ان هو بس بيظهر مظهر الخطوط الرفيعة اللي تحت العين، لكن من ناحية التغطية، من ناحية القوام، من ناحية كل حاجة، لا هو كويس جدا ومناسب فعلا في لوكات الميك اب التقيلة. فهو ده كان رأيي في الكونسيلر بتاع سوبر ستي. نيجي بقى لاخر حاجة والترند وكل حاجة عنه، وهو لوريال انفيلابل الكونسيلر ده يا بنات. ده طبعا الشكل بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، الابليكيتور بتاعته كبيرة برضو يا بنات، يعني نقطة صغيرة منها تحت العين هتكفي المنطقة. القوام بتاعه يا بنات بودر، ما ينفعش برضو زي ما قلتلكوا للاستخدام اليومي، بس للاستخدام الفول ميك اب، المناسبات، الحاجات التقيلة. طبعا انا منه جايبة الدرجة الفاتحة اللي بستخدمها كاضاءة، عشان انا بستخدم الاول طبعا الماي بلين سوبر استي وبعد كده بحط نقطة منه عشان ادي كده زي اضاءة وتنوير تحت منطقة العين. التغطية بتاعته حلوة قوي يا بنات وعالية جدا، بس برضو نفس الحال بتاع سوبر استي، بيشد تحت منطقة العين بصورة وحشة قوي، يعني لو انت مش مرطبة كويس جدا تحت منطقة عينك فعلا عينك هتحسي انها كيكي قوي والكونسيلر شكله وحش قوي تحت منطقة العين،
بيدخل في الخطوط الرفيعه بصوره كبيره قوي يا بنات. يعني مثلا سوبر ستاي مش بيدخل في الخطوط الرفيعه بنسبه 40%، ده بنسبه 90% بيندمج مع الخطوط الرفيعه قوي اللي هي ممكن اساسا، عارفه انت كده الخطوط اللي انت ممكن تكوني ما انتش شايفاها، لا بيدخل فيها وفعلا بيخلي مظهر العين وحش قوي وتقيل قوي. فلو انت عندك خطوط رفيعه كتيره قوي تحت منطقه العين فهيدخل فيها وهيخلي شكلك وحش قوي قوي، ودي صراحه الحاجه اللي انا ما حبيتهاش فيه، برغم ان هو حلو جدا وطالع ترندي وكل الناس بتتكلم عنه وانا ما بعيبش فيه، لا هو كويس وتغطيه كويسه واستخدام حلو قوي للفول ميك اب والمناسبات وبيدي مظهر لوك حلو قوي، بس لو انت عندك خطوط رفيعه كتيره جدا تحت العين مش هيناسبك. وكمان لو انت بشرتك جافه او مش بترطبي تحت منطقه عينك فحرفيا حرفيا حرفيا مش هتحبيه ومش هيبقى مناسب ليكي، فعشان ما تجيبيش حاجه تندمي عليها. وده يا بنات كان رايي من تجربتي واستخدامي للكونسيلر بتاع لوريال انفيلابول. وده يا بنات كان رايي في الكونسيلر اللي انا استخدمته. طبعا اول حاجه انا حبيتها جايبها لكم بالترتيب بورجوا وفيت مي، الاثنين قوامهم مائي وحلوين جدا للاستخدامات اليوميه وان انت تستخدميهم بشكل يومي، بيدوا مظهر حلو قوي تحت العين ومش بيجهدوا خالص منطقه تحت العين. بالنسبه للاثنين اللي قوامهم بودر انا بستخدم سوبر ستي ماي بلين ولوريال انفلابل. خلينا متفقين يا بنات ان ده مجرد راي شخصي، يعني دي تجربتي الشخصيه للمنتجات وانا قلت لكم رايي من تاثير الحاجات دي على بشرتي، اختلفتي او اتفقتي معايا فانا بقول رايي من خلال تجربتي للمنتج، لان مش منطقيا ان انا هطلع اشكر في منتج لمجرد ان انا اعمل ريفيو مثلا الناس كلها بتشكر في الحاجه وانا عكسها، طب ما انا مش هستخدمها تاني وانت مش هتشوفها عندي تاني. فانا ليا استخدامات وبشرتي ليها احتياجات والكونسيلر نفس الموضوع، فاكيد في حاجات هكررها وفي حاجات مش هكررها مره تانيه، فانا بقول رايي من اللي ناسب بشرتي وناسب احتياجات بشرتي، فعادي جدا ان حاجات تناسبك ما تناسبنيش او حاجات تناسبني ما تناسبكيش. اهم حاجه اعرفي تختاري الدرجه بتاعتك او ان انت تستخدمي كوريكتور لو عندك هالات كتيره قوي تحت منطقه العين قبل ما تستخدمي اي كونسيلر، لان مهما كان الكونسيلر اللي انت بتستخدميه مهما كانت التغطيه بتاعته عاليه وعندك هالات سودا كتير لازم قبلها تستخدمي يا اما كوريكتور يا اما يكون عندك اتنين كونسيلر، واحد اغمق وواحد لون بشرتك عشان خاطر يديكي تغطية كويسة ويداري مظهر الهالات اللي عندك. وبس يا بنات ده كان فيديو النهاردة من ريفيوهات عن الكونسيلر اللي انا استخدمتها، فلو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بحبكم جدا وبس والله.